شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة الأولى امبارح هرج ومرج أدى لانسحاب النواب سامي جميل والياس حنكش وبولا يعقوبيان احتجاجا على إقفال باب النقاش بمشروع قانون إدارة النفايات الصلبة، والاعتراض كان على استخدام المحارق لإدارة النفايات الصلبة. فللاستفسار عن فعالية الحل كان معنا مداخلة من بول أبي راشد رئيس الحركة البيئية. ببريز 4 هنالك حوالي المليار دولار مخصصين لشراء محارق. إذا يبدو أنه صفقة المحارق هالقد قريبة، هالقد مستعجلين عليها لحتى تم البت البارحة بهيدا القانون يلي مش مفترض كان يطلع، خاصة أنه إحدى المواد أعتقد، يعني أنا معي نسخة عن المسودة تبع القانون، إذا كان هو نفسه يلي بتوم البارحة في المادة 22 يلي بتحكي عن أفضلية المعالجة، مستخدمين جملة غريبة جدا بيقولوا فيها مثلا يمكن المعالجة بالتدوير أو التسبيخ أو التفكك الحراري أو كذا. هل أو بتخلي انه يعني الجهات اللي بدها تعالج النفايات فيها تقول انا نقيت وحده من هالطرق عوضا ان يكون الهرم يلي بيقول انه انتم لازم تستخدموا كل هيدي الطرق بطريقه تسلسليه. وعن كيفيه استعمال المحارق فسر ابي راشد: المحرقه هي فرن، بده يعني فرن اذا كبيت جواته بقدونس وبندوره ما بيولع، فيولعوا بدك يجبروك تترك الكرتون والبلاستيك تيولع المواد العضوية. فبهالعملية هيدو بهالخليط هيدا رح ينتج عنه رماد، رماد مسم من ميل، من ميل تاني خسرنا المواد. بس في لبنان الكمية تبعهم هي 10-15%، وهالكمية هيدي قادرين نعالجها بمعامل الإسمنت يلي بيقدروا يحولوا هذه المرفوضات إلى وقود بديل. وعلى ما يبدو أنه هناك إجماع بالآراء البيئية على عدم استخدام المحارق، فهيدا كان رأي ويلسون رزق الخبير البيئي. هل هذا حل منه صحي بالمرة؟ هذا حل كارثي وحل إجرامي. المحارق لو شو عملوا بدها تبس الجو، غازات سامة، غازات بثيئة، ثاني أكسيد الكربون وغيره، وغاز بوليسيكليك أروماتيك هي بتشكل السرطان ومثلتها الديوكسين. وبيبقى السؤال، هل كل النواب يلي عم بيصوتوا اليوم على المشاريع المطروحة بالمجلس مخولين للموافقة أو رفض مشاريع من دون وجود خبراء بيئيين؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.